السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم عندنا أقوى وأرخص اللاعبين في لعبة فلوت درافت اللي هي نيكتوم 22 أو الألتيميت. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ولا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وخلونا نبدأ باللاعبين. واللاعب الأول يا شباب اللي هو ديسايي اللاعب الفرنسي، بس بكلفك 750,000 أيكون مومنت، بكلفك 750,000، وبنصحكم تجيبوا يعني مدافع قصور وجبار. نروح اللاعب اللي بعده. واللاعب الثاني اللي هو فان باستن، يعني 600,000 500,000 حتى، هاي السعر فان باستن 500,000، ولاعب اسطوري ورخيص، يعني اسطوري يعني هيك حاطط لك ب500,000 فان باستن، فانصحكم تجيبوه. واللاعب الثالث حيكون جيمي فاردي، 92 مهاجم الستار. شوف سعره، شوف 200,000، 29,000، 200,000، يعني 29,000 تكره 30,000 كول، يعني سعر اسطوري يعتبر للاعب 92، فانصحكم تجيبوه. واللاعب اللي بعده حيكون كيليان مبابي، سعره 500,000 الفور، فانصحكم تجيبوه كمان، في ب 400,000 حتى اسعار، فتجيبوه لانه اسطوري كمان. واللاعب اللي بعد اللي هو اورزابالي يا شباب، انصحكم تجيبوه. واللاعب اللي بعده حيكون بلك، سعره على المضم 250,000، هيو 280,000، وفي ب 500,000 فجيبوه، ايكون مومنت اسطوري. واللاعب اللي بعد اللي هو دروجبا، يعني ايوه 500,000، 400,000، 200,000، ايوه دروجبا 200,000، فجيبوه كمان. واللاعب اللي بعده طبعا ايكون مومنت حيكون ديل بييرو، سعره 150,000، 200,000، 300,000 بيجي، ايوه 150,000، في 300,000، في 215,000، يعني رخيص منيح. واللاعب اللي بعده اللي هو لاعب سانجاري اللي هو لاعب بلعب بالدوري الهولندي، سعره 21,000 بكلف كيش، غير هيك تجيبه وحطه الاحتياط لانه اسطوري، وهيك راح تجيب 190 بسهوله. وفي كمان لاعبين. واللاعب اللي بعده اللي هو ليفيا شين اللاعب الروسي والحارس، سعره بس 700,000 ومنيح واسطوري كمان. اللاعب اللي بعد حيكون ماثيوس اللاعب تشيلسي، لا عفوا اللاعب بايرن ميونخ، لاعب معقول اللاعب الالماني، سعره 800,000 ايكون مومنت، جيبوه كمان. اللاعب اللي بعد اللي هو اللاعب اللي بعد اللي هو يوهان كرويف، سعره 700,000، اي سعره 750,000، جيبوه كمان. ويعني هاي لعيبة عدنا لكم اياها كثير انكم تجيبوها. وعندنا اللاعب اللي بعد اللي هو مايكل اوين، 200,000، يعني 200,000 سعره من اسطوري، وروح اجيبوه. اللاعب اللي مين رخيصون، ايوه لاو دروب، اللاعب بعده لاو دروب، قديش سعره بس؟ من 300,000 جيبوه كمان. يعني هي في لعيبة كتير خاص جبنا لكم، وايكون مومنت في منهم. واللاعب اللي بعده اللي هو حيكون بلينغهام، صح اقوى لاعب نجوم الاسبوع نزل هو بيدري، هو بست يا انا 300,000 كوينز، 93 جيبوه كمان، وفي كمان بيدر على ماضي رخيص، حاس اشوف لكم. واللاعب اللي بعده طبعا كمان من نجوم الاسبوع، لاعب من نجوم الاسبوع، يعني النجوم عفوا نجوم المستقبل، لاعب برشلونة فران توريس، 400,000 بس ب 400,000 فران توريس، يعني الجمهور بس ب 400,000 جيبوه. واللاعب اللي بعد اللي هو سيدورف، يعني 500,000 كوينز، وفي بيرلو، بيرلو بس غالى رخيص كمان، بيرلو اي في 300,000، ايوه 300,000 جيبوهم هذول. واللاعب اللي بعد سواريز الفنان، 900,000 كوينز بس، 93 جيبو. يا جماعة بدري غالي، يمكن مليون كوينز، فلا احنا بدنا تحت المليون كوينز، واللي هو ب 50,000 اللي هو بورو، يعني لعيبة كتير رخيصين.
وهيك يا شباب خلص المقطع بيقول اعطيتكم بعض اللاعبين الرخيصين واعطيتكم منهم ايكون مومنت، يعني كثير لعيبة رخيصين اعطيتكم. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة عشان اكثر لكم من هاي المحتوى اللي هو لاعبين رخص وقوياء. وبس لا ولا تنسوا اللايك. السلام عليكم.